ديرة إشلام ألوخن بإطار جورم قابوله قاتوخم شينا تديوم جمي وخلخا ببرسة يوم تسهد أثورايا أن سهدت شبخلون دمي بتخاطر إيتوتا وهي أيوثا وانطرتت ليشانا بعد مشاري خرزا قام ثم شارخ بقيمة كلا خادقي قل شتقى الروخة سهدة وبقى قد مشاري خرزا باسي مرابا بقدم هذه بتمشمخ أمو إذا أم الخاز ميرتا بد سهدة وبيجاد مشاري خرزا هادية بتكالخ أم خابل ما بتهمزن بترمت سيميلي مقرولة قاتن رابي عدنان نوية باقد شلام على أخون على من يخلون كلنا سهدة أفضل رأي في أوائل شهر آب عام 1933 أعلنت الحكومة العراقية شهر بداية في أوائل شهر آب من عام 1933 أعلنت الحكومة العراقية برئاسة رشيد علي الكيلاني الجهاد ضد الآشوريين اللاجئين من منطقة هكاري إلى العراق، ولكن لم يكن الجهاد دينياً
بل قوميا وسياسيا وخرج الجيش العراقي بقيادة بكري صدقي لإبادة هذا الشعب الذي يشكل تهديدا للأمن الوطني وفق ما تداولته الصحف العراقية آنذاك. وقامت الحكومة العراقية بتحريض القبائل العربية وبتجنيد شرطة غير نظامية من الأكراد لمعاونة الجيش في الحرب على الآشوريين، وأصبح كل آشوري في الشمال وبالخصوص في قرية سيميلي معرض لكل صنوف الاعتداء والقتل، فهرب الكثيرون منهم خوفا على حياتهم. ولكي نفهم القضية جيدا علينا العودة قليلا إلى الوراء ليتسنى لنا معرفة الأسباب التي جعلت الحكومة العراقية تتخذ هذه الخطوة العدوانية. خلال فترة استقلال العراق عام 1921 قرر بطريرك الكنيسة المشرق مار شمعون الثالث والعشرون المطالبة بحكم ذاتي للآشوريين في شمال العراق، كما عرض البطرك هذه القضية على عصبة الأمم عام 1932. وقد استلمت عصبة الأمم في تلك الفترة 5 وثائق من الآشوريين حددوا فيها مطالبهم قبل إنهاء الانتداب البريطاني على العراق، ووصلت وثيقتان في تشرين الأول عام 1931 مقدمة من قبل مجموعة من القادة الآشوريين طالبوا فيها بنقل اللاجئين إلى دولة تحت سيطرة قوة أوروبية، وفضلوا سوريا التي كانت آنذاك تحت سلطة الانتداب الفرنسي. لم تعترض بريطانيا والعراق على ذلك، لكن لم يتطوع أحد لتحقيق تلك المطالب. في 16 حزيران عام 1932 اجتمع مجموعة من القادة الآشوريين ورفعوا وثيقة إلى الحكومة العراقية وعصبة الأمم تدعو إلى ما يلي: الاعتراف بالآشوريين شعباً مقيماً في العراق وليس أقلية عنصرية أو دينية، وجوب إعادة منطقة هكاري إلى العراق ليسكنها أصحابها الآشوريين. ثالثاً، إذا كانت الفقرتين الأولى والثانية صعبة التحقيق، فليكن البديل إيجاد وطن للآشوريين في دهوك وزاخو وعمادية. رابعاً، الاعتراف بالسلطة الدينية والدنيوية لمار شمعون. خامساً، أن يمثل الآشوريين نائباً في البرلمان العراقي. سادساً، تدريس اللغة الآشورية إلى جانب اللغة العربية في المناطق الآشورية. سابعاً، تسجيل الأراضي بأسماء الآشوريين. ثامناً، إنشاء قوة آشورية لحماية مطارات القوى الجوية البريطانية. تاسعاً، تشكيل فوج آشوري موحد يلحق بالجيش العراقي. ولكن لم تبي الحكومة العراقية أي اهتمام بالوثيقة ورفضتها لسببين: أولاً، خشية تلقي دعوات مماثلة من مجموعات عرقية أخرى في العراق. ثانياً، رفض الوثيقة بحجة أن مار شمعون لا يمثل كل الآشوريين. وفي حزيران عام 1933 دعي مار شمعون من قبل الوزير العراقي جعفر العسكري إلى بغداد للتفاوض مع الحكومة العراقية، وقد تم وضعه تحت الإقامة الإجبارية بعد أن رفض التخلي عن مطالبه. وبعد محاولة الحكومة العراقية بإقناع آشوريي المناطق الممتدة من شيحان إلى زاخو بقبول الجنسية العراقية، قرر الزعماء الآشوريين اصطحاب عدد من الرجال إلى سوريا لإقناع الحكومة الفرنسية بإقامة حكم شبه ذاتي في الأراضي الخاضعة تحت سيطرتها شرقي سوريا، إلا أن الفرنسيين رفضوا السماح لهم بالبقاء في سوريا وقاموا بمصادرة أسلحتهم، فقرروا العودة إلى العراق. وقد أبلغ الفرنسيون السلطات العراقية بأن 1000 عراقي يعبرون الحدود عائدون إلى العراق عند معبر ديربون في 4 من آب من عام 1933، فحدثت اشتباكات أدت إلى مقتل 33 جندي عراقي وعدد أقل من الآشوريين. بالرغم من توقف إطلاق النار في اليوم التالي، إلا أن الصحف العراقية قامت بتغطية الأحداث بشكل مبالغ فيه، ونشرت أخبار عن قيام الآشوريين بثورة مسلحة بدعم من بريطانيا من أجل إعادة العراق للسيطرة البريطانية. لكن هذه الحكومة العراقية كانت تشتت الأخبار عن الثورة الشيعية لتخمدها ولتوحيد مواقف العراقيين، فقررت ضرب الفئة الأضعف لتأديف الفئات الأكبر. في يوم 2/7 من عام 1933 ابتدأت حملة إبادة الآشوريين في بلدة سيميلي، بالإضافة إلى القرى الآشورية المجاورة في لواء الموصل آنذاك. وأدت هذه المجازر إلى استشهاد حوالي 6000 شخص، رغم محاولات التلاعب بعدد الضحايا من قبل الحكومتين العراقية والبريطانية. فانكسر الحلم الآشوري في البحث عن وطن يحمي وجودهم قومياً واجتماعياً وثقافياً
بعدما كانوا قد خرجوا من إحدى أسوأ مراحل تاريخهم بعد مجازر عام 1915 حيث أبيد أكثر من نصفهم خلال تلك المجازر. كما استهدف الآشوريين في دهوك وزاخو بمساعدة السلطات المحلية، ففي دهوك تم نقل الآشوريين بشاحنات عسكرية خارج المدينة وتصفيتهم تماما إلى عصاة الآثوريين. هكذا كان التهديد الأخير الذي وجهه خليل عزمي وكيل لواء الموصل باسم الحكومة العراقية، مطالبا الآشوريين بتسليم أسلحتهم إلى أقرب مركز حكومي. بعد المجزرة في سيميلي وجه بكر صدقي تهديدا إلى بلدة القش التي لجأ إليها آلاف النازحين بأنها ستلقى نفس مصير سيميلي ما لم يتم تسليم النازحين، إلا أن أهل القش رفضوا ذلك قائلين: لدينا ما يكفينا من الذخيرة والطعام لسبع سنوات، فإما أن نموت معا أو نعيش معا بحرية. كما أن تدخل بطريرك الكلدان يوسف عمانوئيل توما الثاني في بغداد أدى إلى العدول عن هذا القرار وانسحب الجيش العراقي من محيط القش. بعد حملة تلك المجازر عاد الجيش العراقي إلى بغداد والموصل واستقبل استقبال الأبطال، وكانت مذبحة سيميلي أول انتصار للجيش العراقي منذ تأسيسه. ونفي مار شمعون والذي كان محتجزا تحت الإقامة الجبرية إلى قبرص مع عائلته. يروي العقيد البريطاني رونالد ستافورد لدى زيارته لألقش بعد 10 أيام من المذبحة: أهل الجبال المعروفين بالصلابة اقتنعوا باستحالة العيش في العراق بعد تدمير قراهم، فهجروا إلى سوريا حيث لم تمانع السلطات الفرنسية من توطينهم على ضفاف نهر الخابور. بعد المذبحة بشهر تغلب القلق على جميع المسيحيين الباقين في العراق بمختلف كنائسهم للحصول على شهادة الجنسية العراقية أو جواز السفر خوفاً من انتمائهم الآشوري، إذ أجبرت الحكومة العراقية جميع المسيحيين في لواء الموصل أن يتعهد تحريرياً على الآتي: أتعهد ألا أسجل اسمي واسم أي فرد من عائلتي في أي مشروع إسكان للآشوريين داخل وخارج العراق. وهكذا تشتت الآشوريين بمختلف أصقاع الأرض، وكان السبب في ذلك خيانة البريطانيين لهم، فأصبحوا بلا وطن يستذكرون اليوم هذه النكبة والمأساة التي حلت بهم. باسي مرابا وخي أمتها ثريثة.